أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد، وما زال اللقاء على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة الليتا الفضائية قناة مصر السادسة التلفزيون المصري. وصلنا للملف من خلال هذه الحلقة. ملفنا هنتكلم فيه عن الاستزراع السمكي في مصر، دور القطاع الخاص، وأيضا دور البحث العلمي من خلال وزارة الزراعة ومركز البحوث والاستزراع السمكي. ومعنا من خلال هذه الحلقة على الهواء مباشرة المهندس احمد الشراكي، الخبير في الاستزراع السمكي. اهلا باشمهندس احمد، كل سنه حضرتك طيب. اهلا بيك يا فندم، حضرتك طيب والمشاهدين كلهم. ايضا معنا على الهواء الدكتور محمد تاج الدين شهاب الدين، رئيس وحده بحوث الثروه السمكيه بسخ. اهلا دكتور محمد، كل سنه حضرتك طيب. حضرتك بصحه وسلامه، اهلا وسهلا. وسخ منوره قناه الدلتا بحضرتك. ونبدا مع الباشمهندس احمد. باشمهندس احمد، في البدايه كده، كيف ترى الاستزراع السمكي للقطاع الخاص في مصر الان؟ القطاع الخاص في مصر بيمثل اكثر من 99% من انتاج السمك في مصر، سواء في المصايد او في الاستزراع السمكي. يعني القطاع الحكومي طول عمره كم في المية؟ 99%. ده كتير قوي. طبعا معقول؟ القطاع الحكومي محدود جدا. القطاع الخاص 99% والقطاع الحكومي 1% بس. طبعا يعني المعلومه دي صحيحه يا دكتور محمد ولا ايه؟ ده رقم رهيب قوي. السنوات الاخيره القطاع الخاص بيحقق نجاح ملموس في استزراع السمك. ايوه بس مش معقول ان القطاع الخاص بس 99%، مش الدرجات دي يعني. هو ماشي، كان يعني كان معلومه الرقم ده صحيحه؟ يعني حسب بيانات الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه والبيانات الرسميه، المزارع الحكومية كلها في مصر سواء تبع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو المحليات أو الحكومة اللي عاملاها الجديدة لا تمثل شيء بالنسبة للإنتاج مقارنة بالإنتاج القطاع الخاص. إحنا بننتج حوالي 2 مليون طن سمك، منهم حوالي 80% قطاع خاص، أو يعني 80% استزراع سمكي و 20% مصايد. من 80% دول اللي هو حوالي 1,600,000 طن، القطاع الحكومي ما أعتقدش أنه بينتج أكتر من حوالي 10,000 طن مثلا في 1,600,000 طن دول. نرجع لسيادتك تاني دكتور محمد. لو قلنا وحدة بحوث الثروة السمكية بسخف كفر الشيخ تهتم بالبحث بالإرشاد بالتدريب، ده صحيح. قربنا للجزئية دي وعرفنا ايه علاقتك بالمحمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة باب محمد شرقي. المعمل المركزي بالعباسة هو المعمل الرئيسي اللي احنا تابعين ليه، يعني واحدة فرع. لما ايه اللي قدنا عباسة؟ يعني حاجة غريبة. لما ظهر ان كفر الشيخ كانت من المحافظات المنتجة والواعدة في الاستزراع السمكي، وهي اكبر محافظة منتجة للاسماك وخاصة البلطي، في عهد الله يرحمه ويحسن اليه الاستاذ الدكتور يوسف والي وزير الزراعه، خد قرار بانشاء الوحده في عام 2000 او 2001 بدعم من المعمل المركزي لبحوث الثروه السمكيه، كنوع من يعني اضافه خبرات لكليات الزراعه بكفر الشيخ وكليات الطب البيطري وكليه العلوم واخيرا كليه علوم الثروه السمكيه. طب يعني ايه العلاقه يعني العباسه دي قريه تبع ابو حماد في الشرقيه، مش معنى العباسه كان لها مميزه ميزه معينه؟ منطقة العباسة كان فيها مساحات كبيرة جدا من الأراضي تصل أكثر من 1,000 فدان تابعة للهيئة العامة للثروة السمكية والأنشطة بتاعتها. وبعدين خد قرار الدكتور يوسف والي لتطوير الإنتاج باستقطاع مساحة من هذه الأراضي وتخصيصها إلى إحواض تجارب بحثية بتعيين كفاءات وخبرات من الباحثين للاهتمام بالاستزراع السمكي وبالثروة السمكية بشكل عام. رجعني تاني لوحدتك في سخة، عندك ثلاث مهام كبير: بحثي، ارشادي، تدريب. يعني قول لي كده ملخص المقصود بالبحثي بالارشادي بالتدريب. لو احنا خدنا مجال التدريب، بنتعامل مع الطلبه اللي هم لسه من سنه اولى، في اثناء التدريب الصيفي بنعلمهم مجالات تغذيه الاسماك، امراض الاسماك، فنون الاستزراع السمكي والتربه والبيئه بشكل عملي، او اذا كان هو خد بعض الكورسات النظريه بيشوف اثارها من الجانب العملي والتدريب. مسألة الإرشاد، ما توصل إليه البحث العلمي وزمايلي من العلماء سواء هم في مجال أمراض الأسماك أو تغذية الأسماك أو الوراثة أو الآخر من الأقسام،
بيتم نقل هذه الخبرات إلى القطاع الخاص في صورة ندوات إرشادية وتبادل معلومات ما بين العمل البحثي والجانب الإنتاجي في الحقول اللي بيمثله المهندس أحمد وزمايله وكبار المنتجين. بالإضافة إلى كده اللي بيتخرج ويتخصص، يعني ممكن بعض الخريجين من الزراعة أو الطب البيطري بيبقى لسه ما هواش تخصصه دقيق في مجال الأسماك، لما بيتخصص أكثر دقة في مجال الماء من التغذية أو الأمراض أو الصحة أو التربة أو البيئة، بيبدأ أنه يعمل تجاربه عندنا داخل مبنى وحدة بحوث الثروة السمكية، وبياخد معاه جزء من زمايلي مشرفين معاه على الرسائل العلمية بتاعته اللي هي رسائل الماجستير أو رسائل الدكتوراه، أو أثناء تحكيمها مع الكليات زي كلية الزراعة أو كلية العلوم أو كلية الطب البيطري. كان في وحدات في محافظات اخرى، لكن نظرا لان زي كان في الدقهليه، وكان في اتجاه بتاع يعني مستوى الشرق الاوسط. وزي ما اكدت لحضرتك قبل كده ان كفر الشيخ هي اكبر محافظه منتجه للاسماك، وخاصه اسماك المزارع السمكيه وبالتحديد سمكه البلطي. فوجود الوحده في هذه المنطقه بتكمل منظومه الارشاد والتدريب والبحث داخل محطه عند كفر الشيخ. ده بيخلينا برضو ان احنا ننتقل للباشمهندس احمد. حضرتك عندك مزارع قطاع خاص. لو بدأنا كده في البداية قلنا ان من شروط انشاء مزرعة لأسماك خاصة يعني الموقع، الأحواض، المناخ، النظام المائي الهيدروليكي، التربة، الغذاء. وضح لنا كده، انت راجل مستثمر او حد سمعنا دلوقتي وعاوز يستثمر في السمك، هقول لك انا عايز اعمل مزرعة، قول لي كده شروطها وازاي بتبدأ وبتختار ارضها ازاي. هل انت المزارع الخاصة بسيادتك كلها عندك في كفر الشيخ ولا لك مزارع برا؟ لا، في كفر الشيخ بس. لكن كفر الشيخ واللي بقى الشروط ايه، اخبارها ايه، وانا كمستثمر عايز اعمل مزرعة الشروط ايه؟ يعني مبدئيا كمستثمر بنصح اي مستثمر النهاردة ان هو يراجع نفسه وينتظر شوية، لان امور السمك عندنا في مصر مع ارتفاع تكلفة الانتاج ومع تدني اسعار المنتج بقول له يعني بلاش دلوقتي، لان المنتجين بيعانوا سواء في كفر الشيخ. طب في حد ما صمم انه عايز يشتغل وربنا يكرمه، ننصحه برضه يعمل ايه؟ يختار التربه ازاي؟ ما انصحه انت كده مش عايز يشتغل. يعني هي نقطة، لا انا عايزينه يشتغل. لا صحيح، لا ما يشتغلش لا النهارده ما يشتغلش النهارده، سواء مزارع ال. طب انت بتشتغل يا باشمهندس احمد وعندك مزارع يا باشا؟ فيه ناس النهارده، في نوعيات مختلفه بالنسبه للمزارعين. في مزارع ما يقدرش يبطل شغل سمك لان دي شغلته الوحيده ابا عن جد، او شغلته الوحيده اللي يعرف، مش عارف غير المهنه. يعني انا شخصيا من سنه، انا بقالي حوالي اكتر من 35 سنه بشتغل في المهنه دي، فماليش غير، فما اقدرش اشتغل شغله تاني. في واحد تاني بيخسر، لكن لو وقف عن الانتاج النهارده هيدخل السجن. ليه؟ لان هو هجيب نتيجه مشاكل. يعني مش بس مشاكل، ده هو عنده العلف بالاجل وعنده الزريعه بالاجل، واحيانا بياخد كمان سلف من مكاتب عشان يمشي العمل، عشان يمشي العمل. فاذا وقف هيروح السجن. وفي بعض الحاجات التانية اللي هي احيانا بيبقى فيها شبهة غسيل اموال، عايز يستمر ويدارى. ده موضوع تاني بقى، موضوع تاني وثالث، وهو يمكن موضوع كبير، موضوع كبير جدا. لكن مبدئيا اللي عايز يشتغل طبعا زي ما حضرتك قلت، شروط انتاج المزرعه، لو الامور مستقره وفي مكسب، يبقى بنقول له انك انت لازم تختار الصنف الصح والمكان الصح، المكان اللي فيه مياه كويسة قريب من الطرق، قريب من الاسواق، ولازم يكون عندك خبرة. يعني لازم الاول خلفية، طبعا لازم يكون في خبرة علمية. يعني تعتمدش على حد يعني؟ لا، في تضليل كتير. يعني هو لازم الاول يكون عنده خبرة، ياخد دورات، يزور مزارع، يزور مفرخات قبل ما يشتغل في المجال ده ويعتمد على نفسه.
لان في تضليل كتير قوي. يعني النهارده بتسمع كتير ان ده مجال بيكسب ومجال واعد ومجال كويس. يعني حتى في كلمه انا دايما بكررها، ان احنا كمزارعين سمك في مصر احنا ممكن نزود الانتاج، مش بس نزوده، احنا ممكن نضاعف الانتاج مره واثنين وثلاثه واربعه بشرطين. الشرط الاول ان يكون في استقرار، وللاسف مفيش استقرار، لان على سبيل المثال احنا بنتملكش ارض السمك النهارده حق انتفاع، ارض سمك ولا حق انتفاع، يعني ايجار بس، ايجار وايجار سنه اتنين. يعني بنطالب بان تتغير مع الوقت، حق الانتفاع يبقى 25 سنه مثلا او اكتر او اقل، لكن لحد النهارده مفيش تمليك ارض سمك. يعني ممكن تتملكها للانتاج النباتي او الحيواني او الدجيني، لكن ما تتملكهاش سمك. اشمعنى الانتاج السمكي يعني؟ ما تفهمش يعني، لان كانت الفكره الاولى عن الاستزراع السمكي زمان اول ما طلع قانون سنه 83 لتنظيم مساله الاستزراع السمكي، ان الاستزراع السمكي دي مرحله لاستصلاح الارض علشان الانتاج مش النباتي، حاجه اساسيه، مش حاجه اساسيه. بس انت عندك هيئه باشمهندس دلوقتي تبعك، هيئه الثروه السمكيه، في اكتر من الهيئه العامه، يعني عايز اكتر من هيئه بقى. ده في اصبح النهارده الشعب بتاعتك جهاز اللي لا ده في جهاز تنميه البحيرات والثروه طيب السمكيه الجديد الجديد اللي بقى كل ده برضو الارض لحد النهارده. الحاجه الثانيه بقى ان احنا بنخسر، فنكسب علشان نزود الانتاج ونطور، يبقى مفروض ان انت تكسب علشان تتشجع كمستثمر. طيب يعني هنقف عند النقطه دي ونرجع لسيادتك تاني. اتفضل دكتور محمد. قربني كده اكتر من تفريغ البلط النيلي وتربيته بنظم صحيحه عشان ازود انتاجه، واهتمامكم البحث في القصه دي. هو في المقام الاول في حاجه نقطه لازم الناس تعرفها عن سمكه البلط، هي سمكه عظيمه في التفريغ. يعني مجرد بس توصل وزن او حجم حاجه مثلا في حدود 30 40 جرام، وممكن تكون يا دوب قد كده يعني نص كف الايد، وتبدا عمليه الايه التفريغ. لكن اللي وجدوا العلم حديثا ان طبعا الجزء اللي بيكون اناث معدل نمو بتاعه بطيء جدا وسيء جدا. بدا العلم يكتشف ان هو السمك بيفقس في مراحل الاولى من الحياه، وبالذات ال 10 15 يوم الاولانيين غير معرف جنسيا، ودي حته في منتهى الاهميه. فبدا العلم ان هو يدخل بعض المواد ان هو يحول هذه او الاسماك الزريعه لسه فاقسه جديد وغير معرفه جنسيا الى ذكور. ومن هنا حصل الطفره اللي بيتكلم عنها المهندس احمد في الانتاج، والزياده الرهيبه اللي انتاجيه الفدان اتطورت من مجرد 300 كيلو او 400 كيلو الى 7 طن و8 طن و9 طن في الانظمه شبه المكثفه اللي موجوده في مصر. وكان يعني منتجي كفر الشيخ كانوا بارعين فيها، وبداوا ينقلوا الخبرات دي للمحافظات الاخرى زي الشرقيه او الدقهليه او البحيره او الفيوم وهكذا. لما البحث العلمي اكتشف انه ممكن يقلب الناتج اللي طالع ده كله ذكور، معدلات التسمين ومعدلات التحويل ومعدلات النمو كانت سريعه جدا، وبدانا نشوف في الاسواق السمكه اللي هي وزنها بيوصل الى نص كيلو او 600 جرام او 650 جرام، وفي بعض الاحواض اللي هي بتحصد مره واحده فقط في السنه وبتغذي على اعلاف متزنه وتركيزاتها عاليه من البروتين تصل الى 40% بروتين، بيوصلوا الاوزان 900 جرام وكيلو. معنى كده ان انا عندي بلط اسمه بلط النيلي، في بلط تاني اسمه شنيلي. هو البلط النيلي، بس هو فيسيولوجيا يعني ممكن برضه يروح ميه ثانيه ماشي لا لا هي نفس هو عادي نفس السمك شروطي، بس هو سبحان الله السمك ده بيفقس ككائن حي، دي حاجه في الفسيولوجي بتاعته بيفقس، ما هوش معرف جنسيا. الزريعه اللي طالعه دي لسه ما هياش ذكور ولا اناث. مع تقدم الايام وبالذات ال 10 15 يوم الاولين لما بيتفرز في جسمها هرمون الذكوره، دي بتبقى ايه ذكور، الثانيه بتبقى اناث. فبدا الانسان يتدخل في بدايات ال 24 او ال 48 ساعه الاولى من تغذيه اليرقات او الزريعه الصغيره دي بعليقه فيها الفا ميثايل تستوستيرون هرمون، ده هرمون الذكوره. مجرد ما بيدخل في العليقه بتاعتها ونغذي بيه حوالي 28 يوم بتركيزات في حدود 60 ملي جرام لكل كيلو جرام علف، بيبدا ان هو ينتج الزريعه اللي عنده تكون ذكور، وده اللي السوق عايزه لان هي مربحه اقتصاديا. وانا يعني لو استاذنك في دقيقه بس تعقيبا على مهندس احمد او الربح، السمك مهنه تكلفه الانتاج فيها عاليه جدا، والاستثمارات فيها مبالغ بالملايين، لان اقل مساحه منتجه ومربحه ما تقلش عن 10 فدادين. ال 10 فدادين دول بيدور فيهم استثمار يعني حصاد ما لا يقل عن يعني 70 او 80 طن سمك، ثمنهم يمكن قرابه يعني المليون او حسب بقى الاسعار والسوق. فهو عايز يقول لك ان مش اي حد جديد يدخل ويغامر، يتعلم الاول عند حد خبره
وبعد كده ممكن يشارك، لكن هل هي فيها ربح؟ فيها ربح، فيها تحديات، فيها اوقات السمك سعره بينزل. كده انت خلينا ننقل تاني للبشمهندس احمد. اتفضل بشمهندس احمد، يعني نقدر نقول دلوقتي هل الفرص الاستثماريه في الاستزراع السمكي وفي تخصصات معينه بقى، لو قلنا التسويق في وحدات الفحص، في مخازن التبريد، في صناعه التلج، كده كده انا عندي صناعه، عندي مزارع، انت قلت القطاع الخاص بيمثل اكتر من 99%، اه زي ما سيادتك بتقول، ومعانا باحث متخصص صدق على هذا الكلام. قول لي بقى الاستثمار في التخصصات دي هل سهله للمستثمر ان يدخل فيها ويشتغل فيها؟ وطبعا اي مجال استثمار او اي مجال صناعي في اجزاء كتير في الاستثمار عندك زي ما حضرتك بتقول كده، يعني طالما في انتاج يبقى في الخدمات المعاونه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي كلها، التسويق، الفحص، المخازن، التلج وغيره. بالظبط، طالما الانتاج بيزيد، لو الانتاج بيزيد يبقى في فرص جديده لكل الناس اللي حضرتك بتقول عليها دي، لكن لو الانتاج محدود. لا، مع الانتاج اللي موجود دلوقتي، ما هو الانتاج موجود، ما يعرفش حد يدخل يشتغل برضه فيه، الخدمات دي كلها موجوده زي ما حضرتك بتقول. يعني كل الخدمات دي موجود، علشان يبقى في فرص جديده للحاجات المعاونه دي كلها لازم يكون في زياده في الانتاج. يعني في مصنع تلج بيخدم الانتاج اللي موجود، او في 10 مصانع او 20 او 30، انا قصدي حضرتك اللي موجود كفايه تقصد؟ اكيد، ما هو بيخدم كله وما عندناش مشكله، فلو جه حاجه جديد مش هيلاقي اللي يخدم عليه. بس في مجال جديد نفسنا ان الناس تهتم بيه شويه، اللي هو مساله التصنيع. يعني الناس اتعودت ان هي تاخد السمك سمكه كامله، سمك تشتغل بيه كسمك مشوي مقلي، لكن في النهارده اشكال كتير قوي للسمك، زي سمك منزوع الأحشاء، سمك فيليه، سمك مثلا مصنع على أساس إن هو نصف طهي على أساس ست البيت تاخده على شرط. طيب التصنيع انت بتنادي إن الدولة تتدخل فيه ويكون لها مصانع على مستوى عالي، ولا برضو الاستثمار الخاص اللي يتدخل فيه وينافس؟ لا، أنا عايز الدولة ما تشتغلش خالص الشغل ده، الدولة ملهاش علاقة بالإنتاج. الدول في العالم كله بتنظم الانتاج للقطاع الخاص، لكن الدولة عن خبرة طول الفترة الطويلة دي، يعني مجال التصنيع السمك القطاع الخاص هينجح فيه؟ اي مجال انتاجي سواء تصنيع او استزراع او حتى صيد مفروض الدولة ما تتدخلش فيه، الدول بتنظم بس، تهيئ المناخ للمستثمر. بناء على كلام حضرتك ان 99% خاصة اهو، ان الدولة بتنافس ب 1% مش كتير يعني. ما هي بتنافس، هوش رقم يعني. ما هو المنافسة يعني بقى كده كده، ما هي بقى بتنظم وبتسيبك تشتغل اهو. احيانا التنظيم ده ما بيبقاش تنظيم بالمعنى، يعني الدولة عايز تغير بعض القوانين او الانظمة الخاصة بكم يعني. اكيد، وعندنا امل ان الجهاز الجديد لتنمية البحيرات والثروة السمكية يكون فيه فكر مختلف عن الفكر القديم بتاع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. يرجع تاني للدكتور محمد. دكتور محمد، في امراض كتير بتواجه المفرخات والمزارع السمكيه، واكيد لكم دور كبير في الحكايه دي، قربنا من القصه دي وحضرتك يعني بارع او في قصه الامراض والعلاج والتوصيف والتشخيص. السمك طبعا زيه زي اي كائن حي بيبقى ليه يعني صحه وعكسها مرض، وامراضه بتنقسم الى مثلا نقدر نقول في حاجه اسمها امراض معديه وامراض غير معديه. امراض معديه معناها ان ممكن يكون في فيروس، في بكتيريا، في فطر بيصيبه. امراض غير معديه ممكن مثلا حاجات زي التغيرات المناخيه، لما مثلا بتيجي انخفاض رهيب في درجات الحراره مثلا في الشتاء، الناس يقول لك السمك بتاعها مات في المزارع، او موجات شديده من الحر، كلما زادت درجه الحراره كلما قل الاكسجين المتاح او المذاب داخل الميه، وبالتالي بيحصل اختناق واجهاد ويحصل نفوق للأسماك. فهنا بيجي دور يعني أساتذة الصحة أو الوقاية من الأمراض لتوعية المزارع أو توعية المربي، سواء برامج وقاية، لأن الوقاية دايما خير من العلاج بالذات في مزارع الأسماك، سواء بيحط بقى بعض الإضافات للأعلاف للوقاية من الأمراض لو متوقعها تظهر في هذا الموسم أو ذاك، أو إذا كان بيستخدم بعض التحصينات المعينة، أو إذا كان بيستخدم نوع من السلالات المقاومة للأمراض أو المعدلة لأنها تقدر تعدي الظروف المناخية المستجدة. وده اللي أساتذتنا أو زمايلنا بيشتغلوا عليه داخل العباسة في مثلا الوراثة، زي ما حضرتك ذكرت المعمل الرئيسي أو كده، إنتاج سلالات تواكب ما يعاني منه المربي أو ما يفضله المربي لزيادة ربحيته أو لتقليل تكلفة الإنتاج. وده اللي احنا بنقوم بيه، بحيث ان كل مادة المربي او المنتج يظهر منه شكوى ما سواء في مجال الصحة او غيرها، يكون دور البحث العلمي هنا يوفر له الحل اللي يعديه من هذا التحدي، بحيث ان هو يدخل في ارباح
اكثر وتخلي اكثر استقرارا في المجال. طيب يعني معنى كده في امراض بتظهر عند صيف وامراض بتظهر عند شتاء خاصه؟ بالظبط بالظبط. اسمها ايه واسمها ايه كده؟ يعني مثلا في الامراض اللي بتظهر في الشتاء اكتر مرض منتشر في فصل الشتاء هو دايما الامراض الفطريه بيسموه الزغب القطن او اللي عامل زي يعني بعض الالتهابات على جسم السمك وبيظهر عليها اجزاء من الفطريات لونها زي ما تكون اجزاء من القطن على جسم السمكه وبيخنق الخياشيم بتاعتها والسمك بيموت. فهو فطر السابروليجنيا او الامراض الفطريه دي بتبقى منتشره في فصل الشتاء اكتر. في الصيف نظرا لارتفاع درجات الحراره الشديده والاجهاد والتغذيه المبالغ فيها بيبدا يعني في الاونه الاخيره حصل نفوق بكميات رهيبه من الاطنان ادت الى خسائر فادحه وده اللي يعني بيشتكي من المربين ما عادش فيه ارباح. ميكروب الدكتور محمد لرفع اذان المغرب. اتفضل اعزائي المشاهدين، فاصل لرفع اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه طنطا وعوده مره اخرى. أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد، وما زال لقاء على الهواء مباشرة عبر قناة الدلتا وبنتكلم عن الاستزراع السمكي في مصر. ومعنا على الهواء الأستاذ الدكتور محمد تاج الدين شهاب الدين رئيس وحدة بحوث الثروة السمكية بساخة، وأيضا المهندس أحمد الشراكي الخبير في الاستزراع السمكي. باشمهندس أحمد، من مشاكل الإنتاج السمكي في مصر نقص العمالة، الكوادر الفنية، البنية الأساسية خاصة النقل والتخزين والتبريد، مدى صدق كلامكم؟ الكلام ده مش حقيقي طبعا. يعني زي ما قلت لحضرتك كده القطاع الخاص يعني قادر، يعني لا تنقصه الخبرة الفنية أولا، لأن احنا عندنا استعداد لو ما فيش خبرة فنية بنستفيد من مراكز البحوث، ولو ما فيش ما قدرناش نستفيد من مراكز البحوث لا ده احنا ممكن نستورد الخبرة الفنية دي من أي دولة متقدمة في العالم. الموضوع إيه الدول اللي بره يا باشمهندس أحمد اللي متميزة أوي في استزراع السمك؟ الدول اللي قريبة من ظروفنا الدول جنوب شرق آسيا زي الصين مثلا، الصين وفيتنام وتايلاند، الدول دي متقدمة. إندونيسيا مثلا. إيه الميزة اللي عندهم يعني؟ إحنا عندهم هناك الجو مناسب جدا، المياه مناسبة جدا جدا جدا، مراكز البحوث والشغل هناك، الدولة هناك بتساعد القطاع الخاص في ان هو يحصل فيه تنمية كبيرة جدا جدا جدا. يعني بيحضرني دايما مرة فيتنام بالتحديد، هي مشهورة قوي بسمكة اسمها الباسة اللي هي سمكة زي القرموط المصري كده لكن نوعية مختلفة. يعني نفس اللحم؟ لا، لحم قريب من القرموط. فكان رئيس الهيئة عندنا قال مرة تصريح ان الباسة الفيتنامية لان هي كانت جت سيطرت على الاسواق عندنا في مصر وكانت مستوردة جدا يعني. مستوردة. فقال ان الباسة الفيتنامية بتربى في فيتنام على مية المجاري علشان الناس تقلل من الاستيراد بتاعها. شبه أزمة دبلوماسية ما بين فيتنام ومصر. ازاي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يقول تصريح زي كده وتدخل السفير وتدخلت فيتنام كدولة عشان تحمي الصناعة المحلية بالضبط، وأصرت على ان رئيس الهيئة يجي مع وفد كبير من مصر علشان يزور فيتنام ويشوف بنفسه. فالدول دي تقدمت جدا، الدولة ما بتدخلش منافس للقطاع الخاص، لا ده هي بتدخل تنظم وتساعد القطاع الخاص. عنده مشاكل تحلها. عنده مشاكل تحلها له بالظبط. نفسنا ان احنا نوصل لدرجة زي كده، احنا عندنا كل حاجة ممكن خلينا يعني في مصاف الدول المتقدمة جدا للسمك، عندنا خبرات، عندنا قصص النقل والتلج والكلام ده كله، احنا بقينا دلوقتي صحيح متميزين في شوية في وقت. احنا متميزين جدا فيها. القطاع الخاص لا ينقص الخبرة الفنية زي ما قلت لحضرتك ولا التمويل ولا اي حاجة، ينقصنا بس ان الدولة تهتم بينا شوية، ان المتخصصين بس اللي يتكلموا. يعني احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في كفر الشيخ دلوقتي، ان اللي بيتدخل في امور الثروة السمكية مثلا المحليات
المحافظ والمحافظة برغم رئيس مدينة ملوش علاقة بالقصة. المفروض كل ده ملوش علاقة، يعني المفروض ده شغل ثروة سمكية. تلكوا هاي ارجعوا، عندنا جهاز تنمية مجرات الثروة السمكية هم دول بس اللي يتكلموا. احنا عندنا مشكلة في نقل الزريعة دلوقتي. كفر الشيخ بتنقل مثلا او بتنتج حوالي 70-80% من انتاج مصر من البلطي، وبتوزع زريعة البلطي من اول بورسعيد لاسكندرية ولحد اسوان، كل المحافظات. مننا كل المحافظات طلع كلام ان الزريعة دي بتطلع من البحيرة وهتأثر على انتاجيات بحيرة البرولوس، برغم ان بحيرة البرولوس ما بتطلعش زريعة، ما حدش بياخد منها زريعة صغيرة علشان خاطر يزرعها. يعني كل ده جاية من المزارع 100% من المزارع. اللي بيطلع من بحيرة البرولوس صيد جائر بياخد السمك الصغير علشان يفرمه. بس اللي قال المعلومة مش فاهم، مش فاهم، مش وبيتدخل باسلوب مش كويس، بيأثر بقى على انتاجية مصر كلها للثروة السمكية. يعني المحافظة لما تتدخل وتمسك عربيات نقل الزريعة بحجة ان هي يعني عايزة تعمل تنظيم، وهي بتعمل فساد، لان النهاردة لما تعمل تنظيم والعربيات بتطلع من المزارع بشكل رسمي بمتابعة، ايه المشكلة؟ مش يعني مش دورها، مش دور المحافظة. انا اصلا اقول يعني لو عاوز يتاكد ان هي خارجه منين او كده، هي مفروض يكون في متخصص. النهارده كان زمان شرطه المسطحات هي اللي بتقوم بالقصه دي مع الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه. لما يجي موظف بتاع الكارته اللي يمسك العربيه ويقول لا ده دي الزريعه دي طالعه من مفرخ، لا ده طالعه مش عارف من البحيره، مش من شغله. زريعه البحيره بتطلع سمك كبير. طب الهيئه فين الكلام ده؟ الهيئه للاسف يعني المفروض انتوا بتكلموها، وفي رئيس هيئه احنا يتابع الموضوع. املنا زي ما قلت لحضرتك كده في القياده، لو ممكن يكلم المحافظ ويعرف، او حتى يكلم رئيس الوزاره. حصل الكلام ده ايام الدكتوره منى محرز تدخلت، نائب رئيس وزير الزراعه بالظبط، تدخلت عند المحافظ. وبعدين طب بيطري عندها خلفيه بالظبط، والمحافظ حولنا على السكرتير العام، والسكرتير العام من الاخر او مساعد السكرتير العام المساعد من الاخر قال ماشي. احنا كان عايز ياخد مبلغ كبير على الزريعة وتعقيدات معينة، فقال من الاخر يعني احنا معاكم بس هتدفعوا كام. حتى قلت له يعني احنا ندفع كام ليش؟ معنى يعني ضد مصلحة البلد ليه ندفع؟ يعني انت مفروض انك انت بتاخد كارتة على اي حاجة خارجة من البلد، خد كارتة على السمك. لا هو عايز ياخد حاجة معينة كبيرة علشان خاطر الناس بتكسب، ودول هما بيسمونا على فكرة يعني بدون قطع كلام حضرتك بيسمونا احيانا مافيا واباطرة. المنتجين عندنا في مصر المسؤولين بيسموهم مافيا، دي مصيبة. فعايز يستغل الحتة دي، الناس دي بتكسب. عند الجزئية ده برضو اسمح لنا برضو نرجع تاني بقى للدكتور محمد. دكتور محمد يمكن من ابرز المشروعات القومية على مستوى مصر الاسماك، واللي اطلقها سيادة الرئيس بهدف الاكتفاء الذاتي، عندك بركة غليون في الطوبس في كفر الشيخ، وانت عالم من العلماء المتخصصين في القصة دي. قرب لي كده من بركة غليون دي، ايه حكايتها، ايه روايتها، ايه قوتها، ادينا بعض الخلفيات عنها. ده يعني حضرتك يعني كده ايه ده الجزء اللي قال المهندس احمد فيه دور الدولة مثلا بسيط في الانتاج السمكي او كده. بركة غليون حطت ايدها على ملف يعني يعتبر هيخش بينا باذن الله في الايام اللي جايه لقفزه ثانيه، والاستزراع البحري. احنا متميزين جدا جدا في استزراع المياه العذبه، ولكن استزراع البحر او يعني المياه المالحه البدايه ان انا يبقى عندي استزراع بحري بالظبط. دايما دايما الدوله لما تيجي تقوم باي نشاط اقتصادي واي مشروعات ممكن مش بالضروره هي تكسب في الاول، لكن هي بتجرأ القطاع الخاص او بتوريه ان الملف ده ممكن يشتغل فيه. يعني كانها زي جهه ارشاديه للي عايز يستثمر بعد كده في المجال ده. فطبعا تكلفة انتاج الاسماك من المياه المالحة عالية جدا لارتفاع قيمة الزريعة بتاعتها ولارتفاع نوعية الاعلاف اللي بتاخدها او كده. فبركة غليون يعني ورت الناس انه ممكن انتاج اروس او دنيس او بعض اصناف الجمبري والاخره، وبالتالي ممكن مع الوقت لو الدولة ادت لناس فرص ومساحات في صورة حتى حق انتفاع زي مزارع المياه العذبة، النهاردة أصبح في نموذج باين بالعين قدام المستثمر أن أنت ممكن تنتج أسماك من المياه المالحة. ولكن المياه المالحة نظرا لارتفاع قيمة كيلو السمك اللي جاي من البحار بيعوز شيء من بيسموه احنا زي زراعة تعاقدية، يعني هيعوز يظبط أماكن التسويق بتاعته فين، مش بالضرورة تكون في مصر. يعني ممكن ينتج مثلا مصدر يعني يعدل البحر المتوسط لليونان أو زي ما كانوا بياخدوا أوروبا بالضبط، زي ما كانوا بياخدوا مننا مثلا الأروس من أماكن الصيد.
على طبعا اساس البحر المتوسط بيطل على دول كتير في جنوب اوروبا بالظبط، وبيسهل نقلها من مصر للدول دي. وسمكة زي القاروص مطلوبة فيها أو الدليس في بعض الأماكن، فهو ممكن إحنا ننتج لها شهرة للغير، بره. ننتج للتصدير. فهو ده من وجهة نظري أنا إن هو يعني زي ما تقول خطوة جريئة في اتجاه استزراع البحر. طب ده يخلينا برضه نسأل سيادتك الدكتور محمد، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الأسماك بإنتاجية حوالي 2 مليون طن 97% منها 80% من الصدراء السمكي خلال ال7 سنين اللي فاتت، و20% من مصايد طبيعية في البحر الأحمر المتوسط والنيل والبحيرات. علق لنا كده على الجزئية دي. هو احنا ماشيين في اتجاه الاكتفاء الذاتي، يعني بناخد فيه خطوات ايجابيه، ولكن انا احب اوضح لحضرتك ان ده تعب بقاله يعني زي ما قال المهندس احمد يمكن داخل في تقريبا 40 او 50 سنه. كان الاول 80% من الاسماك بتاعتنا جايه من المصايد الطبيعيه وكانت غير كافيه بالمره، وكان سعر السمك غالي جدا نسبيا بالنسبه لقيمه الجنيه وقتها. النهارده 80% من الاسماك بيجي من المزارع، ويمكن اقل ما يمكن اقوى اكتر من 80%، يمكن اقل من 20% بيجي من المصايد الطبيعيه. وقيمه السمك حاليا لما تيجي تنسبه للجنيه او للبروتين الحيواني الاخر زي كيلو سعر كيلو اللحم الاحمر او سعر الدواجن او ما زال السمك هو امل الفقراء في الغذاء وفي ارخص حاجه الحصول على بروتين حيواني امن، وخاصه داخل يعني هذه الانواع سمكة البلطي. أنا يعني بعتبر إن سمكة أشهرهم البلطي يعني أشهرهم، وكل ويعني بيحب البلطي، سمكة مستصاغة في الطعم، قيمتها الغذائية مقلي عالية جدا مشوي وتمنها يعني الصحي. أنواع كتير من الأكل. وزي ما قال لحضرتك المهندس أحمد، في اتجاه النهاردة إنه بدأوا يخشوا في عملية التصنيع الفيليه، ويعني كنا بنقيم حتى في فترة كده يعني بعض المشاريع المقترحة لدعاية التسويق يتعمل في صورة زي شيبسي أو مفروم أو يعني يدخل التصنيع الغذائي من لحم سمكة البلطي لتمنها البسيط اللي هو في متناول الجميع. فانا باكد لحضرتك ان بس يعني مع شيء من المثابره وشيء من ان احنا نعدي التحديات اللي موجوده من ارتفاع قيمه الاعلاف نظرا يعني يمكن الظروف فبتأثر العالميه على الاستزراع بالظبط، لما سعر الصويا غلي وسعر مسحوق السمك غلي ده اثر على الانتاج، لكن برضه في امل. طب خلينا بقى عند الجزئيه دي، بنرجع للباشمهندس احمد وبنقول له انتوا كقطاع خاص دخلتولنا لمصر كده بعض انواع الاسماك من بره، كان الاول كده المصري مش مستصاغها او مش مقبل عليها او يعني مش غاويها يعني، والنهارده كده اتعود عليها وعاد بيحبها. لحد النهارده يمكن ما فيش غير صنف واحد وهو الجمبري. جمبري يعني الجمبري ده جديد ولا ايه؟ الجمبري الفانمي ده استزرعه جديد عندنا في مصر، يعني كنا بنجيبه من بره كله اللي بيستورد يعني. اغلب السمك ولحد النهارده اغلب السمك اللي موجود في السوق مستورد اذا لم يكن كله في الوقت الراهن يعني، لان الجمبري مفروض ان هو سمكه ميه دافيه، فموسم النمو بتاعه بيبدا من شهر مثلا 4 و5، بياخد حوالي ممكن يكون 3 شهور الدوره بتاعته او 4 شهور او 5 شهور. فالانتاج المصري لسه قدامه على شهر 9 10 11، اللي موجود كله في السوق النهارده يا اما من البحر سمك مصيد جمبري مصيد يعني او مستورد. يعني السمكه اللي سيادتك كنت بتتكلم عليها من شويه الباسة، اللي هي بتاعت جنوب شرق اسيا دي، الباسة دخلت مصر قريب. ما فكرتوش ان انتوا نستزرعها هنا؟ دخلت مصر للاستزراع قريب، امال مش شايفين السوق ليه؟ كميتها قليله لانها داخله قريب من سنتين ثلاثه بس. السمكة يعني ما اللي تديش من فرصه ان احنا يبقى فيها اكثار وكده يعني؟ في طبعا، لان بس هي مشكلتها ان هي سمكه ما بتتحملش البرد، فبتموت في الشتاء عندنا هنا في مصر لان بردنا ده صعب بارد. عليها معقول؟ لان بردنا مش لا احنا بردنا مش برد يعني. بالنسبه لجنوب شرق اسيا في المنطقه اللي هي جايه منها من فيتنام وكمبوديا المناطق دي شبه استوائيه، فدرجه الحراره فيها مرتفعه طول السنه، لكن عندنا هنا في الشتاء ممكن ان هي تموت. عندنا صنف دخل من سنين طويله من حوالي 30 سنه او اكتر، اللي هي اصناف المبروك العادي والمبروك الفضي ومبروك الحشايش، بس للاسف اصناف كلها مش مستساغه للمستهلك المصري. ليه؟ لان فيها شوك كتير، مش متعود على في كده اللحم، فمش متعود عليه وما زالت انتاجها قليل قوي. الشوك في اللحم ذات نفسه في بقى. اللحم نفسه يعني في صف شوك احنا عايزين نقطع على طول ناكل عشان كده بيبقى مستحب فيها الاحجام الكبيره قوي يعني اللي هي تزيد عن كيلو او 2 كيلو او 3 كيلو، لان القطعه اللي حضرتك بتاخدها بيبقى فيها عدد قليل من الشوك،
لكن سمكة واحدة 200-300 صغيرة بتبقى فيها مشاكل، في عدد كبير جدا من الشوك فالناس ما بتحبهاش. السمكة اللي احنا بنهتم بيها جدا واللي هي يعني ماضي ومستقبل بإذن الله هي سمكة البلطي زي الدكتور محمد ما بيقول. طيب ده البلطي معروف في مصر، هل في سمك عالمي في دولة خارجية تصلح انها تيجي نربيها تديني انتاج اكبر، تديني حجم من اللحوم اكبر، انتوا فكرتوا تجيبوها ونستثمرها هنا؟ زي ما قلت لحضرتك كده الباسة سمكة مفيش غير كده يعني. ايوه، مع الاهتمام طبعا بالبلطي لان البلطي لا ينتهي، البلطي سمك التغذية بتاعتها اساسا اكلها يعني لان هي نباتية التغذية، فتكلفة انتاجها اصلا غير انتاج تكلفة انتاج الاصناف البحرية. عشان كده بعض الناس بتفهم غلط ان احنا عندنا البحر الاحمر والبحر الابيض وعندنا مية مالحة، طب نزرع اصناف المية المالحة دي اروز دنيس حنشان، المشكلة ان تكلفة الاصناف دي عالية جدا، اسعارها يمكن العلف بتاعها غالي، العلف غالي والزريعة هتكلفنا اكتر وانتاج الزريعة غالية، فتكلفة انتاج الكيلو النهاردة غالي. حتى الاسواق الاوروبيه النهارده صعب جدا ان حضرتك تنافس عند كلمه الاوروبيه دي. بس استاذنك ان احنا نرجع تاني للدكتور محمد تاج الدين. دكتور محمد، الدوله اعتمدت حوالي 12 منشاه جديده لتصدير الاسماك لدول الاتحاد الاوروبي. ايه حكايه ان انا اعمل منشاه جديده يبقى مهمتها ان انا يبقى عندي اسماك معينه والاسماك دي هتعد للتصدير الخارجي وخصوصا لدول الاتحاد الاوروبي؟ الموضوع هو احنا كنا بنصدر قبل كده سواء يعني لبعض دول اوروبا او بعض دول الخليج وبعض الدول العربيه زي سوريا، كان بيروح لها اسماك المبروك، وعشان كده يمكن انتاج المبروك قل شويه لان عدم الاستقرار اللي موجود في سوريا او كده. لكن هي مشكله الاتحاد الاوروبي ان هو بيشترط مواصفات جوده معينه، فاحنا عندنا القوانين اللي بتنظم الاستزراع السمكي زي ما ذكر المهندس احمد في الثمانينات اللي صدرت التشريعات اللي صدرت في سنه 83 تقريبا، ممنوع استخدام مية النيل مباشرة للمزارع السمكية، وبالتالي ممكن ان احنا بنستخدم يعني ايه مياه الصرف الزراعي اللي موجود في نهاية الترع او كده. الاتحاد الاوروبي بيشترط يعني حتى لو ان السمكة صالحة للاستهلاك الادمي بيشترط برضو مصادر مية معينة عشان تخش الاتحاد الاوروبي. له شروط معينة. له شروط معينة. ده بالنسبة للمياه العذبة. بعض الاسماك اللي احنا بدأنا نتوسع فيها وننتجها مش بس في بركة غليون، يعني يمكن بركة غليون شجعت الناس ان هي ممكن تربي بعض اسماك المياه المالحه، وبالتالي النشاط ده ظهر بالذات في مناطق دمياط بيربوا في مزارع موجوده للقاروص ومزارع موجوده للدنيس، وزي ما ذكر المهندس احمد مؤخرا بدا يحصل يعني ايه توسع في انتاج الجمبري اللي هو سريع النمو او الجامبو بالاحجام دي. فهو هنا لو اتعمل له يعني شروط بيئيه وشروط رعايه معينة هيكون صالح للتصدير، وطبعا ده هيكون مكسب كبير جدا لمصر وهيوفر فرص يعني للعمالة وقضاء على البطالة، زائد ان انت لما انت بتصدر كمية معينة من الاسماك بفلوسها انت ممكن تزرع بيها اطنان من البلطي لان تكلفة البلطي اقل في الانتاج من اسماك المياه المالحة او الجمبري. نرجع تاني للقطاع الخاص. باشمهندس احمد، ايه هي الشروط اللي واجب توفرها في العامل اللي يجي لك عشان يشتغل في استزراع السمك؟ ويعني ايه مزارع الدورات السمكية الثلاثية؟ هل المقصود بيها الزراعة؟ انا مش فاهم الثلاثية اول حاجة. طب كلمنا على العاملين في المزرعة اللي جاي يشتغل معاك، اللي بيحط العلف، اللي بيتابع المية، اللي بيتابع السمكة حصل لها حاجة مفاجأة ويخبرك بها، هل ده لازم يكون خبير؟ يعني يكون عنده خبرة معينة؟ هو طبعا العامل غير المدير بتاع المزرعة، يعني مدير المزرعة لازم يعني غالبا بيكون عنده خبرة سواء مهندس أو خريج ثروة سمكية أو خريج زراعة أو خريج طب بيطري، ده الأفضل طبعا. الناس في الفترة الأخيرة دي بقى عندهم خبرات وبقوا بيستغنوا عن الخريجين دول، لكن أنا كصاحب مزرعة وعندي خبرة علشان العامل المناسب بالنسبة لي، طبعا العامل لازم يكون يعني درجة التعليم درجة معينة، عنده خبرة معينة، أمين، الحاجات دي كلها. في نوعية من العمالة دلوقتي عند استعداد ان هو يدخل ويشتغل عامل زي مثلا خريج الثروة السمكية، بقوا كتير قوي وفترة من الفترات كان عايز يشتغل مدير، لكن النهاردة مش لازم يشتغل مدير، يعني يبدأ كعامل الأول، وده مش عيب على فكرة ان هو يكون عامل وفني
عنده يقدر يتابع نوعية المية، جودة المية، يشتغل يتعامل مع العلف ازاي، يتعامل مع السمكة ازاي. يعني النهاردة هيكون أفضل من العامل العادي اللي هو باشمهندس أحمد. كنا برضه في بنستعمله بعض المطالب، شوف سيادتك كده أنت معانا فيها ولا لأ، في مطالب بتقول إحنا عايزين نوفق أوضاع المزارع، عايزين نعمل دعم للعلف ومستلزمات الإنتاج، عايزين نغلي الجمارك على العلف والمواد الخام، وتعظيم من يمثل المزارع أمام الدولة في مطالبه. إيه رأيك في المطالب دي، وهل هذه المطالب ممكن تؤدي إلى تعظيم الاستزراع السمك في مصر؟ أكيد. يعني في النهاردة حاجات الطاقة، احنا عندنا مشكلة في الطاقة، احنا عندنا مشكلة في بعض الضرائب. يعني النهاردة وزارة المالية من فترة عملت علينا ضريبة اسمها الضريبة العقارية، والضريبة العقارية ملهاش علاقة بينا، على أساس إن المزرعة السمكية دي أرض فضاء مستغلة، ده غير الضرائب العامة اللي احنا بندفعها، ضريبة الدخل يعني. الضرائب او الجمارك على الخامات، اعتقد مفيش ضرائب جمارك على الخامات، لكن في جمارك على اضافات الاعلاف. الدوله احيانا بتعتبر ان اضافات الاعلاف، لان هي هو الكلام اللي كميات بقول لسيادتك قليله. عليه ده مطالب من شعبة ايوه الثروة جميل السمكية اللي بتمثلكم في الغرف التجارية، جميل، انها بتكلم مجلس النواب، بتكلم الحكومة، فده برضو بترفع مطالبكم. هي وعود، لكن يعني نفسنا ايه ان رأيك في الحاجات المطالب دي دي؟ يعني كويسة دي فعلا انتم عايزينها يعني؟ طبعا طبعا، يعني يعني هي انت مع تعظيمها وان الدولة تساعدكم فيها. هتقلل من التكلفة طبعا. نرجع تاني للدكتور محمد. احنا عندنا في مصر طبعا اشهر حاجه بقى لنا كمواطن نروح يجيب البوري والطبار، وللاسف احيانا البياع يبيعني اللي ده هو ده، مع ان في فرق بين الاتنين في التمن. فحضرتك خبير بقى، قول لي ايه الفرق، انا كراجل راح اشتري، انا ست راح اشتري، ما يضحكش عليا لان ده بتمن وده بتمن، قول لي كده الفرق بينهم هو ايه. الاول الاثنين من العائله البوريه، يعني ماشي، الاثنين برضه المواطن ملوش دعوه، يعني من عيله يعني واحده مش انا مشكله، بشبههم زي اللي بس بيروح واحد يشتري، غالي وواحد رخيص. زي اللي بيشتري لحم هو بقري الأغلى او الأول؟ لحم جاموس. الطبار نعم، ولا البوري؟ الاغلى البوري. البوري، الاغلى ليه بقى البوري غالي؟ لان البوري يعني يمكن الزريعه بتاعته توفرها مش بسهوله زي الطبار. فرق في مواسم، هو طبعا بيبقى موجود في منطقه التقاء المياه العذبه مع المياه المالحه، منطقه البواغيز او المياه الشروب بيكون فيها التفريخ بتاعها او كده. سمكه الطباره يعني حلوه لصاحب المزرعه، ان اسرع في النمو سنه من البوري، وبالتالي تكلفتها بتكون اقل. لكن هما الاثنين بشكل عام من العائله البوريه، والطعم قريب جدا جدا من بعض. يعني لو انت عايز تعرفها بالشكل او بالعين، دايما سمكه البوري الدماغ بتاعها عريض، يعني تحس ان انت كانك بتحط صوبع او اتنين ما بين العينين، الدماغ فيه عرض في الدماغ. انما سمكه الطبار مدببه تماما، كانك يعني بتلعب اللعبه اللي بوز بتاعت يعني، السهم. لها بوزها يعني يعني اللي لها حاد بوز او ده مثلا، يبقى دي ده طبار، رخيص، دي طبار، ده وتمنها رخيص، ابسط سنه يعني. ده يبقى ده الفرق في لكن السوق هما يعني. الاثنين كجوده وكطعم وكاكل، الاثنين عائله بوريه. طب برضو يعني سريعا كده، المفروض ان احنا عندنا 11 بحيرة مصرية في الشمال، في الساحل، في الداخلي، انتاجها بيمثل حوالي 20% من انتاج السمك في مصر. سيادة الرئيس مهتم جدا بتطوير البحيرات، طبعا كان في شغل كبير قوي في المنزله، 5000 تعدي وشلناهم عشان نطور البحيرات. رايك في تطوير البحيرات وازاي هيفيدنا في الاستزراع السمك في مصر وانتوا كباحثين بتشتغلوا فيه؟ طيب هو يعني ايه، انا اتكلم الاول عن رايي بشكل شخصي لو انت عالم قبل ما ومتخصص. ليه لان البحيرات بينظمها في قانون للبحيرات، وبتتبع المحميات الطبيعيه، فاي تدخل فيها او اي تطور فيها مش بسهوله. لكن طبعا رايي مع مثلا الحفاظ عليها وعدم التعدي عليها وتطهيرها، ده شيء كويس، وده شيء ايجابي لتنميه، وطبعا الصيد الجائر ده على راس الحفاظ على مخزونها السمكي وكده. لكن انا رايي انا الشخصي، لان احنا دوله زي ما حضرتك بتقول بنسعى للاكتفاء الذاتي، يعني وجهه نظري انا ان هي لابد ان هي تنمى، وهي عشان تنمى مخزونها الاستراتيجي من الاسماك والاحتياطات اللي موجوده فيها، والطرق اللي هي يعني سواء بقى دخول الميه وخروجها والتغذيه بتاعتها والحفاظ عليها، مش هتسعف ما نطمح اليه. يعني انا رايي ان احنا ان الاوان ان احنا نفكر بشكل جاد، مش ما احنا مش محتاجين يعني اللي هو ايه جد الدعم بقى؟ او اللي بيجي نعمل ايه؟ عشان نبقى مع منظومه المحميات او القانون دي، لابد ان تستزرع. يعني انا رايي ان في اجزاء منها تتاخد وتدخل لي حق الانتفاع للقطاع الخاص بشروط معينه، ليه؟ ان هو ينميها وتبقى استزراع. وحده المساحه اللي موجوده من المزارع السمكيه، الفدان بيدينا 10 طن، يمكن لو فدان في البحيره مش هيجيب 100 كيلو سمك. ف
مش مهندس احمد، في نهايه الحلقه كلمه عن الاستزراع السمك في مصر، عايز تقول ايه؟ عايز اقول زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان احنا كمنتجين ممكن نعظم الانتاج ونضاعف الانتاج مره واثنين وثلاثه واربعه بشرط ان الدوله تهتم بالاستزراع السمك شويه. وزي ما حضرتك قلت ان الدوله يعني انت عايز اهتمام اكثر من الدوله بالقطاع الخاص في الاستزراع السمكي، خاصه ان انتوا بتمثلوا 99% من الانتاج. مش 99% قطاع الاستزراع السمكي 80%، لكن الانتاج عموما المصايد الطبيعيه 20% زي ما حضرتك بتقول. في مليارات اتصرفت على بحيره المنزله في الفتره اللي فاتت، وبحيره المصلحه برضه لنا كدوله مصلحه. هي للاسف الشديد لو حضرتك اتكلمت مع الناس اللي هم الصيادين، طب بس خلينا بس عشان الوقت الحلقه قول لي عشان بس ما نخرجش عن الجزئيه. انا عايز اقول انت قلت دلوقتي الدوله زي ما هي بتهتم بالبحيرات وبتصرف على البحيرات مليارات، تعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه بالنسبه للزراع السمكي بالمره. يعني الزراع السمكي بتعمل ايه؟ زي ما قلت لحضرتك كده، احنا مفروض في ضرائب، في دعم طاقه، في جمارك على مستلزمات انتاج، في تسهيل لمسائل الثروه السمكيه. المحافظ ما يمسكش عربيه الزريعه ويصادر الزريعه اللي طالعه من المفرغ وياخد على العربيه 20,000 و30,000 جنيه على العربيه اللي بتنقل الزريعه. ده اسمه اهدار للثروه السمكيه. زي ما بتهتم بالبحيرات اهتم بالاستزراع السمك. بس ده مطلب حضرتك. نرجع لك يا دكتور محمد كباحث وكمسؤول ايضا، انت شايف ان احنا نعظم ونقوي الاستزراع السمكي في مصر ازاي من خلال ابحاثكم ودراساتكم؟ هو طبعا التجديد والتطوير من خلال التعامل مع تنشيط البعثات. يعني الشباب اللي بيتخرج ويجي متعين جديد يفضل زي ما قال المهندس احمد، النهارده اصبح لنا مصالح مع دول وظروفها قريبه مننا، غير مثلا البعثات اللي كانت بتطلع اوروبا او كده. دول شرق اسيا متقدمه جدا جدا في الاسماك. ملف التغيرات المناخية اللي موجود يفضل برضو ان يبقى في تدريب وتأهيل كوادر تقدر تنتقي بسلالات مقاومة للظروف الجوية. يعني كمية النفوق اللي كنا بنشوفها بشكل رهيب في بعض المواسم زي في الصيف او كده، بعض الميكروبات اللي تعزلت، يبقى في من بعض المراكز البحثية او المعاهد المتخصصة لانتاج الامصال واللقاحات تطور من ادائها بشكل افضل. وفي النهايه لو احنا منوطين بالفعل بان احنا يعني نوصل لمرحله الاكتفاء الذاتي او حتى التصدير، يبقى فيه زي يتاخد في الاخر استشاري من الباحثين كانه رئيس برنامج الثروه السمكيه او رئيس برنامج الاستزراع السمكي، ومنه لرئاسه الوزراء مباشره. مش نقعد نلف بقى من هنا للمحليات للمحافظه لمجلس الشعب اللي مش عارف ايه. دي حاجات بتاخد سنين، يعني تعديل اوضاع بتاخد وقت. استاذنكم عشان وقت برنامجنا، اعزائي المشاهدين، وفي نهاية حلقتنا بنشكر الأستاذ الدكتور محمد تاج الدين شهاب الدين، رئيس وحدة بحوث الثروة السمكية بسخة. شكرا دكتور محمد. أيضا بنشكر المهندس أحمد الشراكي الخبير في الاستزراع السمكي على مستوى مصر. شكرا يا باشمهندس. أعزائي المشاهدين، وكنا من خلال ملفنا النهاردة من خلال حلقتنا بنتكلم عن الاستزراع السمكي في مصر وكيفية تعظيمه ودور القطاع الخاص، وازاي ان الدولة تقف جنب القطاع الخاص وتعظمه وتلغي او تقف ضد اي معوقات، تقف ضد تنمية القطاع الخاص في الاستزراع السمكي. ايضا اتكلمنا عن دور البحثي وان الدولة مهتمة بالبحث في الاستزراع السمكي، ازاي ان احنا بنعظم الاستزراع ويزيد والانتاج يزيد عشان يكون عندنا اكتفاء ذاتي، يكون عندنا نصدر بره يجيب لنا عملة صعبة، ويكون في استفادة مالية لمصر وللشعب المصري. في نهاية الحلقة بنشكركم، وإلى اللقاء وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.